يكفي دباس البنت اللي قلت لهم حطوا في الله ماشي بس كتر خير مرضى ان هم سمعوا كلام وقدروا لا يا بحبكم ماشي 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 يلا يا كوتش ابني كمان شويه كاس قول ارجع لك ان شاء الله قلت لك مش جاي عليكي ليه كده جاي عليا انت عملتي له تمسكينيش خالص سيبيني هنا نطلع كل واحد لوحده احنا هنا يا حلو برضه مسكنه نسيت قلت لهم يحطوا اللاير ما انا قلت لهم في اول الفيديو حطوا اللاير انت دي زقها كده اهو شايفينها دي انا مش عارفه بتجيبه ازاي اجوا معايا يا حبايب الان دي تاني كيس تاني كيس يا حبايب الان صباح الخير يا محمود يا ان محمود صحي يا عيال الصلاه ما تمسكيش فيا بقى انا مش ماسكه فيك انا مش ماسكه فيك انا كمان اهو انت مسكتني عليك من ورا قعدت على ظهري يا بنتي مسكتني من ورا ليه تاني خدتها دي المفروض الشد يكون لحكم عشان ما زعلتيش والله عشان انت كسرتيني بجد عشان ما نعملش زي امبارح ما تمسكيش فيها خالص انت بتجيب ازاي؟ هي رجلي تجيبها فيها الصابون هي رجلي توقفي في الارض يا شاف ايه؟ انا بحط منه في الاخر هنلمه هذا بس يا حبيبي انت بدي اوعي عايزه نفسك ماشي يا دور الحطب ده اللي مدلدل عليك ولا ايه؟ لا حول الله يا رب لا كده عامل حرف
بصي بقى خليك مركز عشان لو اتكلمت انت يوم انت طلعت المره. لا ما طلعتش من قرص الامر. لا والله لا. بس خليك عارفه عشان لما اطلع انا كمان من حرفي ما تبيش تفتح لي. بس انت اصلا مش حرف برضو طارق تقول كده بقى. خلينا نحط رجلي تقوم زقين اروح على طول مقر المساء. اوعي لو عملت زي ما انا بعمل تبقى حلو احسن ما نمسك في بعض. يلا شوية اطلعي مش طالع اطلع هزحك بها جيبه ويني ايوه يا عمري يا حلاق والله ما يحسب احسن يا بنت سيبيني افعلي بقى. اطلع اطلع برضه طلع من الحرف مكانك انت دي مكانك انت ما طلعتي منه ابدا. تحلفي عشان انت كنت واقفه كده اهو هنا الحرف. طيب بس هقول كنت واقفه كده. طيب هنا الحرف تروحي تجيبي كده اهو بجد ان شاء الله. تعالوا نسمع بتاع بقى يزحلق قوي. سامحيني سامحيني بقول يا بنت مش حامل ما تمسكينيش. ها والله يا نحو. طب ما تجيبه وسيبيني ما بركز معاك على فكره. انا بقول لك تجيبه واجيبه والله ولا بمسك فيك حاجه. شوفوا برضه البحر مو قادرين نفعين. مش طيب بقى برضو
وانت بتغسلي هدومك ولا ايه؟ اه شايفين هذا قد ايه؟ يلا يا هدوم حتى ينزح ما تقلش بقى والله العظيم الدراسه انت قلت ما حدش يدوق حد انت تعالي على الكلام اللي معاك كده خليك شد بس روح صح يا سام عادي بقى ليلى يا معي انا واقفه ما تشدنيش انا واقفه ما تشدنيش تعالى عشان اشوفك
موت عشان اتفرج على الحته اللي ضحكتني. يعني ايدك اللي فيها صابون تحطه في وشي؟ شايفه يا اما؟ والله العظيم لا انا بشوفك عينك بكل ست كنت بتيجي وتقوم حتى ايدك فيها صابون تحطها في عينيك. كل ست كنت شاه يا بنت شاه يا بنت بنتي يا شاه. حساسه لو كانت اتقطعت لا تتلاقي من الحرف ما يحسبش. ما يحسبش. بالك ما هطلع من الحرف. اه مش قدامي مش قدامي. ما تمسكي شويه امشي قدامي امشي اطلعي برا يلا. قدامك دقيقتين وما تعملش زي امبارح. انا ولا هي؟ هي. ده كفايه ان هم كانوا يسقفوا لك دلوقتي سقفه سقف التشجيع. انا ومنك هشد رمي هنا اطلع ولا كيس ولا كيس ولا خدت كيس ما تفرقعيش هو انت وصلتي له ايه ايه في ايه خش معايا يلا خش معايا جالكم اللي مش هيرحمكم كلمي محمود ده يلا نزلي وش وش عوارة يا بنت اسكتي بقى ايوه يلا محمود 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 مالك مش هتشرب من بره تلاقي شركة من الصابون تاني سقف في الجرايد تحت
راح فين؟ راح فين؟ لسه حضر صابون. لا اصلا لسه ما لا راح حضر صابون لسه تعالي. يا بنت هتق يا اما انت عايز تضربنا في وشك كده؟ اه يا ليكي استني عشان تاخد كده جنبي عشان تجد قول له حط اللايك حط اللايك قبل ما تتفرج على الفيديو انزل حط اللايك قبل ما تتفرج على الفيديو انزل حط اللايك اطلع هنا تعالى هنا اطلع هنا فين تعالى انت رايح فين دلوقتي قلت لها يلا قالت لي يلا وسابتني قلت لها اصبري فين هتعمل زيها ولا يا لي بس بس يلا في الحرف ده بس 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 يا دي بدي احط لك اشركم كله بس دي كفيله تموتهم اه ده دي كفيله مش تموتهم ده تكسرهم يا عم ما يحطوا ميه هو انت مستعجل على ايه هتروح على الدكاتره كتير النهارده ربنا يستر نادر وشهد بس فقط محمود لا يلا لا لهم يا حد البلاد هنا اتفضلوا من بينهم واحد ثاني يجيب الكيس ماشي قول احنا نقول عضله عندك كبير مش هتطلع يا بابا مش هينفع عشان الكيس لا لازم تطلع اوريك لما تقف كده اوريك ايه انت كاس انا محمود الدراحفي اما تيجوا تشدوا محمود شدوه من رجليه هدير اما تيجوا تشدوه شدوه من رجليه لا مش بمزاجه لا يا حبيبي يلا هدير بسرعه يا هدير قبل ما يجي يا هدير اطلع يا هدير ايه شعرك عشان شعرك فين مش حرفه مش عارفه بس الصابون كتير قوي لسه اللي هو على الصابون وهو مش الدم هتطلع يا هدير بقول لها مش عارفه استني يا هدير يا بنت كبيره على السلامه شكرا يا انت مش عارفه تشدي شدي بقى شديه شديه بقى مش انا يا ستي كنت محمود لا محمود اللي بيحصل امسكي يا بنت امسكي خدي يا بيه اقفشوها ايه ده ايه ده انت بتتكلم عشان ما عليك كده طلعت
هذيك لا طلعت. لا لا ما صحكيش نزلت تاني. اوعى انت ما تطلع عندي يا انا انت بتطلع كتير. هاتي خد واحد اهو. يا لسه يا كنتوا متفرقوا عليا قوي يا شاب. لا ورا ولا وزي كنت واقفه جنب عصام. اوه اجي خد انا اهو. ايوه ليكي يا انت واقف عندك ليه؟ هنزل تكمل تجيب اللعبه من اولها تاني. خد الكيس ده. سريحك بس بك اللي طلع فاضي. سيبك استنى يا ابو. ما تحطش لي كاس ليا. ما تحطش لي كاس ليا. هو ايه ما تحطش الكاس ليا؟ لا حرام ظلم. انا كنت واقفه هناك. انا واقفه. انا نازل لك البحر. مش اي حاجه. انت المفروض انت اللي هتعملها تبعك. لا ان شاء الله. أنا لا كفاية. أخش لك ياس؟ أو إجي. إن أدي خمس كمان. إن أدي خمس كمان أو سبعة. أهو بقول لك لا. لا. انزلي معايا. انزلي معايا قوم. إيه تاني؟ معرفش مش هنزل ولا الرب. انا اما انزل مع انا الثانيه اما انزل مع انزل معايا. انزل 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 يلا. زي ما انت ما تسيبوش. زي ما انت ما بتعمل. جايب اتنين. انت واقفه ليه؟ انزل ما صعبتين. وانتوا سايبين كركر يعمل فيكم كده ليه؟ مش عارفه. استنى ما اقوم. انت جايبه لنا في الدنيا عشان يعزينا. انت جبته لنا في الدنيا عشان يعزينا. عايز ايه؟ ايه اللي عايزه؟ اه ماشي في القاعه. تعالى لهنا. يلا بدون فرقه. انت في ايه؟ مضاف له. بس هي حد بسرعه. انت اللي خلاك تجيب كاس. نعم. يا سيد اسيد ايه ده؟ ايه ده؟ عامله في الضغوط شويه اكياس. عامله شويه اكياس في دول. ها يلا نقف كلنا ونطلع ونشوف مين اللي هيطلع بقى المره. النص. واحد اثنين ثلاثة. ما تشد من رجلي. ما تسيبوش بقى يطلع. لو انتوا رجعانه الرجاله ما تخلوش يطلع. ما تسيبوش يطلع. اطلعوا انتوا الاثنين. ما فيش واحده بس اللي هتطلع. انتوا الاثنين واقف اهو. لا ما تسيبوش يا هدير. ما تطلعوش وما تسيبوش يطلع. فكيف الشباي. ما بيقعش يا اما حبيب علي يا حبيب اهلا بنينا. ماما قولوا ما اشوفكم في الفيديو الجاي. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شوفوا دول كلهم فانزاتكم. انتوا بتحبوهم وهم بيحبوكم. دول كلهم انتوا كده بقى خلاص من بيتهم من فانزاتنا. ماشي. استني يا حمو. يا استني يا حمو. يلا يا اخو غالي. حط الشيرت الدايس السمين. Yeah.
تضربنيش.